بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا بالجزء الأول من هذه السلسلة بشرح لبعض التعريف والمصطلحات الأساسية الهامة اللي راح تفيدنا إن شاء الله في كثير من الدروس القادمة. نكمل اليوم بإذن الله الجزء الثاني مع قانون أوم. قانون أوم طبعا هو أحد أهم قوانين الكهرباء، وينص على شرح العلاقة بين الفولت والكرنت والريزيستنس. Ohm's law describes the relation between voltage, current and resistance. طبعا Ohm لما في بداية قانونه قال إنه الفولت is directly proportional to the current، يتناسب طرديا مع الكرنت، وبعد إثباتات قال إنه الفولت يساوي الكرنت في حال وجود ثابت وهو المقاومة الريزيستنس. طبعا عندنا هنا على خط الأعداد نقدر نشوف الكرنت وحدته في الأمبير في الواي أكسس، الفولت وحدته بالفولت على الإكس أكسس. نقدر نشوف إذا كان عندي في حال ثبات المقاومة، ولنفرض إنها بواحد أوم، فطبعا إذا كان عندي الفولت يساوي 2 فولت، الكرنت لازم يكون 2 أمبير، لأنه 2 في 1 بيعطيني 2 اللي هي الفولت. يعني نجي نشوف على خط الأعداد، إذا كان الفولت هنا عندي ب 2 لازم يطلع لي هنا 2 على الكرنت. طيب نشوف بعد كده، لو برضو لو افترضنا إنه الفولت بيساوي 4 فولت، في حال ثبات المقاومة بواحد أوم لازم يكون طبعا الكرنت بيساوي 4 أمبير. وطبعا هكذا لو جينا نرسم عند في حال وجود الفولت إنه 6 فولت يكون الكرنت 6 أمبير، في حال الفولت يكون 8 وهكذا. لو جينا نرسم العلاقة هذه أو التمثيل البياني هذا، حنلاقي إنه العلاقة علاقة خطية، العلاقة بين الفولت والكرنت حسب قانون أوم علاقة خطية. ومن هنا طبعا ظهر المثلث الشهير اللي هو مثلث قانون أوم، نقدر نوجد به أي أحد المجاهيل الثلاثة. في حال مثلا إذا كان عندي المجهول طبعا الفولت، نعرف إنه الكرنت ضرب الريزيستنس يديني الفولت، هنا عملية الضرب وهنا عملية طبعا القسمة. فناخذ مثال ونقول إذا كان عندي الفولت بيساوي 10 فولت، كان عندي مقاومة قيمتها ولنفرض إنها 20 كيلو أوم، ونبغى نوجد قيمة للكرنت I هي المجهولة، الكرنت رمزه I هي المجهولة. طبعا زي ما احنا عارفين في البداية قبل أن نكمل، انه هنا الطرف الموجب وهنا الطرف السالب، الكرنت دائما يتحرك في هذا الاتجاه من الموجب الى السالب. طيب نقول عندنا حسب قانون أوم نبغى نوجد الكرنت، فنقول الكرنت I يساوي V على R، وهذا يساوي الفولت عندنا قيمته بعشرة فولت، الار المقاومة قيمتها بعشرين كيلو اوم اللي هي عشرين ضرب عشرة اس ثلاثة، وهذا الكلام طبعا بوحدة الاوم هنا. طبعا عشرة قسمة عشرين ايكوال 0.5 اللي هو نص ملي امبير، وبكذا احنا وجدنا الكرنت في الدائرة. ناخذ مثال ثاني. طيب نفرض انه عندنا الفولت معلوم، ونقول انه الفولت يساوي 20 فولت، عندنا المقاومة مجهولة، وعندنا طبعا الكرنت اللي هي I بتساوي نقدر نقول 10 ملي أمبير، فنبغى نعرف قيمة المجهول اللي هو R.
نقول حسب قانون أوم عندنا ال R تساوي V over I، هذا الكلام طبعا يساوي الفولت قيمته 20 فولت، الكرنت قيمتها 10 ضرب 10 بالسالب 3 أمبير، وهذا الكلام طبعا بيساوي 20 قسمة 10 فيها الاثنين كيلو أوم. هذا كل اللي عندنا اليوم في هذا الدرس، قانون أوم، درس أساسي وبسيط ولكن علمنا الكثير ويفيدنا الكثير إن شاء الله في الدروس القادمة. نلتقيكم إن شاء الله في الجزء الثالث من هذه السلسلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.